انك بتكون كل يعني في اطار نقول منها ثقافيه بوحدها واجتمعوا بالجمعيات يعني طبعا اجتمعوا بوحدهم يتكلموا طبعا عن التقدير من الجماعه ومن مثلا من الجمعيات ولا من تلك الوزارات المختصه يكون واحد المشروع تشاركي بين الجمعيات اللي يخرج حي الوجود بشكل رسمي وبالتالي تكون عمليه ديال الوضوح والشفافيه اقصى يعني الفروت بها ما يمكنش نرى المصدر 100% ولكن على الاقل يكونوا ضمن واحد بنسبه كبيره واللي اهم من هذه العمليه هذا هو العمل التشاركي العمل التشاركي ديال الشركات في هذا الاتجاه هذا بطبيعه الحال انا كنت كنعد واحد الورقه اللي كنت بغيت نقراها ولكن حبيت انه يكون مرتجل في الكلام ديالي يمكن هي هو ان المنحه بالرقم اننا حاولت من 2010 اننا تكون عندها واحد مصدر مهمه تقريبا تضاعفت واحد مرات ولا ثلاثه المرات على السنوات الفارقه ولكن كنبقاو دائما حنا يعني دون المطلوب لان من المفروض ان خص الجمعيات يعني تشتغل ممكن لا تشتغل الا بدعم معين بدعم مادي بطبيعه الحال الدعم المادي ما يمكنش يكون يعني 100% من يعني من الجماعه او من جهه معينه لابد الجمعيات خصنا نشتغلوا معاهم في اطار شراكات المشروع هذا اللي ممكن انهم يشتغلوا عليه انطلاقا من السنه المقبله هذا بالاضافه طبعا الى المعايير اللي تكلمنا عليها غادي نتكلم على المساله ديال الشراكات غادي نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم كل جمعيه طبعا تتكلم عن الجمعيات اللي جاده جمعيات اللي عندها يعني النشاط ديالها معروف على الصعيد المحلي وكاين جمعيات اللي الحمد لله عندها نشاط معروف على الصعيد الوطني هذه الجمعيات هذا وهذه ممكن انها تعدينا مشاريع ديالها وتوضعها راه الاشاره ديال الجماعه غادي تحط يعني الشراكات ديالها في سقف معين سقف مالي معين هذا من بعد غادي نحدوه مع القسم الثقافي والرياضي الاجتماعي غادي نحدوه في سقف معين وبالتالي بنسبه معينه مثلا كنقولوا هذا المشروع هذا مثلا غيتقع عليه مثلا ب 10 دراهم مثلا انا لا نروح نعطيه درهم ولا درهم مثلا تبع المشروع درهم الجماعه غتعطي فيه مثلا واحد 30% او 40% من المشروع ديال الجمعيه على ان السقف ديال المبلغ ديال الجماعه ما خصوش يتعدى مثلا 40 ريال 50 ريال 60 ريال ما عرفتش انا على حساب عدد المشاريع اللي غنستقبلوها لان المشاريع هي اللي غتتحكم في كيفاش غيتم التوزيع ديال الميزان هذا منظور جديد حبيت انني نشوفكم معايا فيه ما يكونش مشروع يعني نازل من الفوق لتحت ولكن بغيت المشروع يطلع من تحت يتمغي من الفوق باش ملي غادي فيما غادي وصلنا غادي ناخذوا واحد الحدافير ديالو ويكون اتفاق ديال الجمعيات شوفوا انتوما الطريقة كتريحكم واش كل جمعية جمعية أو الجمعيات اللي هما غيخدموا مثلا الجمعيات الثقافية غيشاوروا مع بعضياتهم وغيحطوا ممثلين ديالهم اللي غيصبروا على إعداد هذا المشروع هذا عاد من بعد يتعرض على الجمعيات على الجمعية اللي كل جمعية بغيها أو لا إذا كان اتفاق في هذا الاتجاه هذا حنا ما كرهناش بطبيعة الحال غادي نوجدوا أرضية لا بد غادي نوجدوها نوجدوا أرضية اللي غاتناقش مع الممثلين ومن بعد غادي تعرض في إطار ورشات على الجمعيات المالية الحمر أو غادي يكونوا إذا ما كانش اتفاق غادي نحسوا إلا يصعب أن مثلا إذا جو نتكلموا على جمعيات متغيرية نتكلموا على أولا على الاجتماعية أو الثقافية يعني الجمعيات هو كثير وبالتالي يصعب يعني الوصول إلى يعني اتفاق يعني كلي حول مشروع معين لا بد في الخلاف في رحمه
كلام الله، ولكن احنا بغينا نتمقدم، ولهذا راه الاشراك ديالكم في هذه العمليه كيبقى يعني اشراك ضروري بالنسبه لنا والزام علينا احنا، ماشي غير ضروري توصل الدرجه ديال يعني ملزم لينا احنا باش يمكننا نتمو. هذا هو المنظور الجديد، لان اذا ما كانش تشارك ما بين الجماعه والمجتمع المدني ديالها راه ما غيكونش حتى يعني واحد الموضوع تدريجي اللي هو غيكون ضعيف وغير مستوعب. على كل حال انا تكلمت معكم بصفه عامه، علاش انا نقول لكم هذا الكلام هذا؟ لان ان شاء الله بغينا يدينا رقم من السنه 2014 حتى رقم من شهر يناير 2014 بزاف كتعيد تقريبا واحد الشهر للنطاق في هذه العمليه هذه. هذه العمليه ما خصهاش تاخذ لنا وقت طويل، خصها تاخذ لنا ما بين يعني 4 حتى 5 حتى 6 اسابيع باش نكون نجزنا، نقدروا نمشيو شهرين باش يكون نجزنا مشروع باش ندخلوا في التطبيق ديالو ابتداء من شهر مارس. شهر مارس المجيء نكونوا على ابعد تقدير ونفرقوا على جمعيات الجناح ديالهم باش يديروهم يتبعوا خادم مع البرنامج اللي صدروا ديال 2014. ما يمكنش ناخذ الوقت ديالو في شهر 12 أولا شهر 12 نعاد نتكلموا على الجمعيات اللي هادية العلمية في البلدية. نتمنى على ندخل للبريق ما يخليكم، إذا كاين شي واحد شي تليفون يتبين الله يخليكم حتى تكونوا في الاجتماع ديالنا أو يديروا سيلونسيو. إذا هذا الكلام ديالي اللي بغيت نوصلو، نتكلم نعطيكم إذا بغيتوا تاخذوا الكلمة ونناقشوا هذا المشروع، أولا تبغوا تصنفوا أولا الطريقة اللي غادي تعتمد في التوزيع الميزان. ولا ما سعد الراجل والاخوان ديالهم ممكن
ان الجمعيات راهي عاليه راهي عاليه. شكرا سي غير نبغي نوضح في هذا الاتجاه هذا. اولا كنعتذر الى كان بعض الاخوه من الرؤساء ما تمش الاتصال بهم، ولكن هذا راجع في بعض الاحيان ان التليفون ديال رئيس الجمعيه ما تيقبضش او لا كيكون طافي، وبالتالي كيصعب التواصل معه. وكاين ربما عنساو راه ماشي عرقز يعني عنساو، كاين بعض الناس ما اتصلوش بهم ولكن استبعدوا العمليه، لان من بعد ما اتصلت بالمسؤولين قالوا لي بانهم ربطوا الاتصال مع جميع الجمعيات، كاين فيهم اللي كيجوا وكاين بعض القليل اللي ما كيجوش او التليفون ديالو طافي. المهم هذه النقطه هذه نحاولوا نتجاوزوها، والله يخليكم الى كان ممكن ان جميع الجمعيات يعطيو المساحه ديال التواصل، يعطيوها العنوان الالكتروني ديالها، باش في حاله اذا كان التليفون ما تيقبضش ممكن انا نصيفط لهم رساله من العنوان ديالهم، وبالتالي كيكونوا كيتواصلوا بالموضوع. ثانيا بالنسبه للعمل ديال الجواب على السي سعد من حال الفعل اتخذت واحد هي ماشي منحه ولكن هي عباره عن جائزه خذتها ديال الدعم، ولكن المصادر القانونيه المصادر القانونيه ماشي سهله، حنا مشينا فيها وقعت انا تقريبا واحد شهر شهر ونص انت عارف الامور وقعت ولكن راه باقي غير المصادر مباشره مباشره العمليه الاصداريه هي اللي كتاخر. كنظن راه اقرب وقت حنا خدامين هادشي على قدم وساق وغادي نخرجوا هاد الاجتماع هذا جا باش ما نبقاوش نوزعوا المنح في هذا الوقت هذا، حنا المنح بغينا نوزعوهم شهر ثلاثة، ماشي نخلوا شهر ثمانية، بغينا نوزعوهم شهر ثلاثة، ولكن بغينا الأمور تكون واضحة، ما بغيناش توزعوا المنح ويجيو بعض الجمعيات ويقولوا لك حنا تكلمنا، وبعض الجمعيات أخرى تجاه الجمعيات أخرى اللي تكون المحاماة ديالها، هذه العملية فيها موضوع واحد القطيعة معاها، فإذا جينا بهذا الاجتماع ديالنا باش نخرجوا مشروع تشاركي. ما بغيناش المشروع يجي من الفوق، بغينا المشروع يجي من التحت ونديروا المعايير ديالنا، يعني نقولوا في واحد النقطة نقولوا مثلا بأنك إذا كنت مثلا ناخذ كنت في قسم ممتاز عندك 10 نقاط مثلا نشوفوا الترتيب ديالك مثلا خلال السنة الماضية واش أنت فيها مزيان يزيدوا نقطة أخرى، وبالتالي تاخذ واحد المبلغ تقسمه على عدد النقاط وتيعطيك شحال أنت كتستحق، هذا الشيء كيكون واضح، واحد زائد واحد يساوي جوج، وهذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه. ما يمكنش غادي نوصلوا بطبيعه الحال كما هو، لكن على الاقل بالنسبه للناس الرياضيين او الجمعيات الرياضيه كنظن المشكل هذا غيكون مضبوط الى حد ما، ولكن بالنسبه للثقافيه والاجتماعيه هنا ربما غادي يكون 5-6% ديال واحد يعني الجانب ديال الخطا غادي يكون وارد، ولكن 5-6% ما غاديش يكون يعني الجانب ديال الخطا غادي يكون واصل لواحد 70% و 80%. 5-6% 7-10% ما كاين مشكل، كيما اللي يكون تجاوز، ولكن اكثر من هادشي هذا هو موضوع الاجتماع ديالنا، بغينا نضبطوه الا قدرتوا انتوما يعني في اطار ورشات تجتمعوا بعضياتكم وحنا في كل القاعه هذا، ولكن الا كان هادشي غير ممكن حنا غادي نتسناو من هنا شهر واحد يناير، الا قدرتوا تعطيو لنا مشروع ولا خلينا تكونوا جامعين في الجمعيات كامله كل جمعيه كل يعني في القطاع نوحدو ونتوصلو بمشروع مرحبا، إلا ما كانتش هاد العملية بغيتو نفطروها حنا كجماعة راه شي واحد غادي يفرض من الفوق، حتى ولو غادي غير نفطروها حنا كجماعة غادي نفطروها وغادي نمشيو بها وغادي ناخذوا المعطيات اللي كاينة، وهذيك المعطيات غادي نلعبوها في يعني مشروع اللي غادي نقدموه لكم، وهذاك المشروع غادي يكون بطبيعة الحال قابل للنقاش وراه ما غاديش ينجز أو ما غاديش يكمل حتى ما غاديش يكون قليل حتى يكون عليه يعني واحد اكبر من تقريبا من المحضر ديال الجزء. بلاتي واش سي ندير لك قضيه الله يخليكم، راه حنا دابا هادشي هذا اجتماع رسمي ديال يعني المتدخلين يعطيو الاسم ديالهم والصفه ديالهم والجمعيه اللي كيبقاو. شنو بغيتو؟ الكاميرا انا
نقاش او نقاش نقاش شوف الى حسنات هذا وما بقاش ضيق لينا
المعايير اللي غادي نعتمد لهم في توزيع الملاح وغادي نناقشوا هذا هو الموضوع اللي جبنا اليوم. بغيتوا نديروا ليك طرق تواصلها ونتكلموا من خلاله على مجموعه ديال المشاكل اللي كيحلنا كل قطاع قطاع مستدل، ولكن جينا من اجل نقطه معينه خاصنا ندرسوها وبالتالي نخرجوا بكره فيها. معرفناش راسنا حنا اللي جايين هنا، مرة يقولوا لينا لقاء تواصل ومرة يقولوا لنا توزيع الملح، لكن غنتوزعوا الملح حطوا لنا الفلوس قسموها مع بعضياتهم جاو بحالنا ويدخلوا بلا التواصل. الأندية اللي كتفاز في كرة القدم وتمشي كان يتم لقاء خاص معاهم، يعني كل قطاع قطاع على حدة، وتحياتي حنا على الأغلب لكن غادي نساعد لأنه خاص يكون هذا العمل هذا، وتحياتي. إذن ندوزو الله يخليكم للموضوع ديالنا، نعطي الكلمة للأخ بصري تسمتو، غادي نتسمتو كاملين جميعا، وهذيك الساعة ممكن أننا نناقشو الموضوع. رؤساء الجمعية الثقافية ورياضية الاجتماعية، في البداية سأتقدم بإعطاء نبدا عن انطلاق هذه العملية، عملية يعني دعم الجمعيات المحلية. انطلقت هذه العملية ابتداء من تاريخ ذلك المنشر الإعلان، عمم على جميع المؤسسات الثقافية والرياضية بالمدينة ابتداء من 26 سعود إلى غاية 25/10/2013، بمعنى أنه أعطي أجل شهر كامل تم خلال استقبال جميع الملفات ديال الجمعيات. حصيلة الطلبة والملفات المقدمة كان مجموع ملفات وطلبة ملاح بلغ 114 جمعية، 114 ملف تتوزع كالتالي: الجمعيات الاجتماعية 35 جمعية، الجمعية الثقافية 32 جمعية، الجمعية الرياضية 47 جمعية. ولا بد أن نشير بأنه بعض الجمعيات لم تتقدم بملفات طلب المنحة خلال هذا الأجل إلى حدود الآن. فيما يتعلق بمعالجة هذا الملف، فرؤساء المصالح الثقافية الاجتماعية والرياضية تابعة قسم الاقتصاد الاجتماعي يتبعون طريقة إدارية وقانونية، وهي تعتبر أولا من المعايير الأساسية. فيما يتعلق بالإطار القانوني للدعم، فالملف يعتمد على الأسس التالية: الفصل 41 من الميثاق الجامعي، الظاهر رقم 8376 الصادر 15/1/1950 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله، وخاصة الفصل 32 مكرر المتعلق الجماعات أو الجهة المانحة في مراقبة صرف المنحة. كذلك يعتمد القسم على مناسبة السيد والي جهة الوكالة العامة الصادرة بتاريخ 8 أبريل 2004، وكذلك الدوري العام لعام 1865 بتاريخ 13 مارس 2006. فيما يتعلق بالمعايير المتخذة لدراسة هذه الملفات فهي تنقسم إلى شقين: الشق التقني الإداري والقانوني والمتعلق بما سلف ذكره،
بالإضافة إلى ما ورد في مراسلة السيد العامل والدورية العاملة والدورية العاملية. هذه الدوريات أو الوثائق الإدارية تشير إلى ما يلي: أولاً، ضرورة توفر الجمعية على ملف إداري وقانوني، بمعنى أنه أن تكون وقت تقدم الجمعية بطلب الملح أو بملف الدعم أن تكون قانونية، يعني غير منتهية الصلاحية. الأخ الإخوان كلهم كانوا بأنه الملف يتضمن خمسة ديال الوثائق المحضة والقانون الأساسي لا يحفظ على المكتب، بالإضافة إلى آخر تقرير أداني ومالي. تقرير مفصل عن الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال الموسم الفارض، تشير إلى هذه الدوريات إلى ضرورة أن تتضمن، يعني تضمن هذا التقرير بيان التكلفة والمصادر، إلا أننا نلمس بأن الجمعية كتوجد واحد الصعوبة في إبراز هذا العرض. برنامج مفصل عن الأنشطة المزمع القيام بها خلال السنة القادمة. كذلك الدورية تشير إلى أن الجمعية عليها أن تبرز التكاليف المقترحة والمصادر التمويلية، بالإضافة إلى الإدلاء بجميع النسخ المثبتة لهذه الأنشطة كالشهادات، كالتقارير والفواتير إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بالجانب الإداري والقانوني. فيما يتعلق بالإضافة إلى المعايير التي ناقشتها اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، طرحت كما السابق المعايير، وجدت مشكل في تحديد المعايير. لماذا؟ لأنه ينبغي أن تكون هذه المعايير دقيقة وعامة. فالمشكل عندنا فين كاين؟ أولا فيما يتعلق بالقطاع الرياضي. القطاع الرياضي قامت اللجنة بوضع بعض المعايير تقضي بأن يتم تقسيم هذه الجمعيات حسب التخصصات والقطاعات. لماذا؟ لأن حينما نتحدث مثلا عن القطاع الكروي فنجد هناك العديد من الجمعيات المتخصصة في هذا المجال. كذلك بالنسبة للرياضات الجماعية داخل القاعة، هناك مجموعة من الجمعيات التي تعمل فيما يتعلق في كرة اليد، الفولي إلى غير ذلك. الهدف تقسيم، قسمت اللجنة الرياضات الجماعية المتعلقة بكرة القدم والرياضات الجماعية داخل القاعة والرياضات فنون الحرب، وكاين رياضات أخرى، بالإضافة إلى الملف أنشطة الجمعية فيما يتعلق بمدى ممارسة هذه النشاط، بمدى تواجد مدرسة لتلقين هذه الرياضة، الفئات إلى غير ذلك، وبالإضافة إلى ما حققته هذه الجمعيات من نتائج على مستوى الأنشطة ديالها الرياضية. خاصة نعلم بأنه هذه الجمعيات الرياضية تشارك خلال العصبة، تشارك في بطولات وطنية، تشارك في إلى غير ذلك. أنه اللجنة طلبت بأن كل جمعية عليها أن يتضمن هذا الملف، هذه النتائج المحققة في المجال. هذا بالنسبة للقطاع الرياضي. أما بالنسبة للقطاع الاجتماعي والثقافي فهذا له خصوصية، لأنه مجموعة من الجمعيات الاجتماعية فهي تشتغل داخل مقرات تمارس عملها بصفة يومية إلى غير ذلك. المطلوب منها أن تتقدم بالوثائق التي يعني تتضمن الأنشطة البارزة والأنشطة المميزة التي قامت بها، يعني ماذا قدمت. بالنسبة للقطاع الثقافي وكذلك، بالنسبة للقطاع الثقافي فهناك مجموعة من الجمعيات التي تمارس مثلا في دار الشباب، كاين مشكل ديال دار الشباب،
للمسرح الى غير عليها ان كذلك ان تتقدم بما تم انجازه خلال هذه الانسيه من انشطه. وكان هناك توجه للجنه انه الجمعيات هذه الجمعيات فهي تشتغل فهي نشيطه ولكن اختلاف امكانيات او عدم تواجد الامكانيات الماديه لدفع هذه الانشطه قد تقفها عائقا في تنظيم هذه الانشطه. ولكن اللجنه تراعي هذه الظروف حسب الخصوصيات. هذا بالاجازه السيد الرئيس. شكرا. اذا هذه الخصوصيات هذه خصوصيات يعني عامه، ولهذا تعرفوا بان بطبيعه الحال المساله اللي ما ذكرهاش بشكل دقيق سي حصاري هو ان الجمعيات عموما تقسم الى ثلاث انواع او ثلاث اصناف. هناك الجمعيه اللي هي يعني عندها نشاط متميز، هذه كيتعطى المدة على كل حال سن ألف. كاين جمعيات اللي هي عندها يعني نشاط متوسط كتعطاها التصنيف ديالها باء، وجمعيات ضعيفة عندها تصنيف جيم. بطبيعة الحال باش كل جمعية يتم التصنيف ديالها يعني تصنيف أكثر دقة من هذا التصنيف اللي كاين عندنا دابا، كنقترح على اللجنة باش أنها دير حتى داخل كل قطاع دير تصنيف ديال التنقيط، تصنيف ديال التنقيط اللي هو غيكون تصنيف يعني عنده من المميزات كيجعلنا اكثر يعني دقه من التصنيف العام. نعطيكم مثال، ناخذ مثلا في الصنف ناخذ بين الرياضات مثلا كرة القدم، ناخذ مثلا كرة القدم. كرة القدم كان عندنا قسم ديال الزواج القسم الوطني الثالث، هذا شي غير على سبيل المثال، انا ما كان القسم الوطني الثالث هذا ما كاينش عندنا القسم هو الثالث. على كل حال ناخذ مثلا كرة القدم عندنا قسم هوات، قسم هوات باء، قسم وطني الثالث. ملي كنتكلموا على هذه الانواع ديال الاقسام غادي نقولوا مثلا بان القسم الهوات اللي الفرع اللي في قسم الهوات مثلا غادي نعطيوه مثلا 10 نقاط، مثلا 10 نقاط. عندنا نفترض جدلا عندنا 4 فروق كنضربوها في 4 كتولي عندنا 40 نقطة بالنسبة لقسم الهوات. عندنا قسم الهوات باء غادي نقولوا مثلا غادي نعطيوه 5 نقاط او 6 نقاط على حساب الاتفاق معكم نتوما، مثلا نقولوا 5 نقاط. عندنا مثلا نفترض جدلا عندنا 10 فرق، عندنا القسم الوطني الثالث غادي نعطيوه 2 نقاط وعندنا 15 فريق، بالتالي كنجمعوا 40 نقطة في قسم الهوات، كنجمعوا 50 نقطة في قسم الهوات باء، وكنجمعوا 30 نقطة في قسم الوطني الثالث، المجموع ديالهم عندنا 90 عندنا 120 نقطة. نفترض أن القسم الرياضي مثلا في كرة القدم غادي تعطاه مبلغ معين، نفترضوا مثلا كيف ما يكون هذا الرقم، هذا المبلغ هذا كنقسموه على 120 نقطة، كتعطينا كل نقطة شحال في هذه الفلوس. واش كل نقطة فيها 10 دراهم، فيها 100 درهم، فيها 10000 درهم على حساب، وكنضربها في عدد النقاط. ملي كنقولوا قسم هوات كل فريق راه في قسم هوات عنده 10 نقاط، يعني كنشوفوا النقطة شحال غتسوى، غتسوى مثلا واحد ما
عرفتش 5000 درهم مثلا او 10000 درهم تضربوها في 10 نقاط عطينا 50000 درهم عطينا 100000 درهم عطينا على حساب العدد وبالتالي كتولي كتحس مع الفريق على حساب المنطقه اللي كاين فيها ممكن اننا نكونوا اكثر دقه من هذه العمليه هذه هو اننا نمشيو لكل فريق نمشيو لكل فريق مثلا عنده كل فريق مثلا في قسم معين كل فريق عندنا في قسم معين ربما نمشيو للقضيه ديال الفئات كاين عنده مثلا مجموعه من الفئات التكوينيه اللي تيكون نرجعوا للترتيب ديالو خلال هذه السنه هذه وخلال السنه الفائته حتى نشوفوا اشنو الترتيبات اللي عنده وبالتالي تعطل نقاط على هكا وبهكا غادي نكونوا كننصفوا كل فريق فريق بالدقه اللازمه وهذا هو الهدف اللي حنا بغينا نوصلوا ليه هذا غادي تكلمنا دابا على القسم الرياضي غادي نمشيو للقسم الثقافي مثلا غادي نمشيو نعطينا غير مثال وهذا التوجه ديالي مع القسم الثقافي والرياضي غنمشيو مثلا غنقولوا هذا القسم هذه الجمعيه الثقافيه شنو هو النشاطات اللي دارت واش نشاط محلي وبالتالي يعني المشاركين فيه ناس محليين عندهم مثلا نقاط معينه عندك عدد النشاط المحلي اللي درتيه والجوده ديالو حتى هو عنده نقاط معينه نشاط وطني مستدعي ليه ناس وطنيين شي بطبيعه الحال كاين تكاليف زايده وكاين هذا بطبيعه الحال ونشوفوا العدد ديال الناس اللي زايدين وهذا عنده نقاط معينه كاين الناس اللي عندهم نشاط دولي بطبيعه الحال كيتكلفوا يعني عندهم مصاريف اكثر من هذا وبالتالي كيكون عندهم تنقيط اخر مورا هادشي ونفس العمليه كيتخذ المبلغ المخصص لهذه العمليه هذه وكيتقسم لعدد النقاط اللي كاين عند كافه الجمعيات وكيعطينا كل نقطه شحال كتساوي المبلغ ديالها وكيتصرف عدد النقاط ديال عدد النقاط ديال كل جمعيه وبالتالي كتكون العمل هو عمل يعني كيكون النتيجه يعني عندها الايجابيات ديالها يعني اولا كنكون وصلنا واحد الدرجه من يعني من الانصاف لكل جمعيه وهكا عاوتاني عندنا في الجمعيات الاجتماعيه حتى هي نفس العمليه حتى هي تصنف الاعمال ديالها وهذا وعلى حسب اهميه الاعمال وعدد المشاركين وعدد هذا واش هم محليين او وطنيين او دوليه او العمل الدولي او لهذا وبالتالي كنكونوا وصلنا لواحد برنامج معين هذا من جهه بالاضافه الى امكانيه الدخول في شراكات مع جمعيات معينه بطبيعه الحال كيفما قلت لك ويلا بسقف معين وبالنسبه معينه ما يمكنش ليها غادي تمول غادي الجماعه غادي تمول المشروع ككل ما يمكنش ليها الا غير تمول الا واحد الجزء منه وهذا الجزء عنده واحد السقف اعلى اللي ما يمكنش تفوتو باش تشوف هذا الاتجاه هذا هو الاطار العام اللي بغينا نشتغلوا فيه ونشتغلوا عليه ربما يشد لنا شويه الوقت ربما ياخذ لنا بعد راه ماشي المهم هو اننا دابا نبداو في المنحه وتكون المنحه الله يخليك وتكون المنحه ديال 2013 تمشي في هذا الاتجاه هذا ولكن المنحه ديال 2013 كتحاول تمشي بواحد الكفاءه بواحد يعني واحد الانصاف نحاول نصفو يعني اكبر قدر ممكن يعني على حساب العلم ديال الناس ديال القسم وكنحملوا من هذا الباب مع اللجنه اللي غادي تسهر على توزيع المنح كنحملوا كافه المسؤوليه قدامي كنحملوا كافه المسؤوليه باش انهم يتم التوزيع بانصاف وبعداله يعني اقل نسبه من الخطا ومن الهفوات ولكن هذا ما تيمنعناش باننا نشتغلوا انطلاقا من شهر يناير كذا نشتغلوا انطلاقا طبعا الحال تحيد الحسابات الشخصيه وتحيد المحاباه وتحيد المسائل ونتعاملوا مع الملفات يعني بسواسيه الملفات ديال فلان هو الملف ديال فلان هو الملف بحال بحال عندنا ولكن اللي تيحكم علينا هو العمل شنو العمل اللي كاين جمعيات هذا اللي عندهم يعني عمل هادي كيجزو وكيجيو يعني على الشراكات وكيخدمو تيشتغلو وكيشرو جمعيات
اللي هما شاركوا معنا في الفترة ديال السياسه والشيء الصحي، تنشكرهم على المباراه هذا، كانوا معنا جبار وكيف حصل معنا وكيف يعني كيشتغل مع الخليه ديال الشيء الصحي، تنشكرهم على المباراه هذا. وحتى هذه العمليه ديال الانشطه وخص فيها اي نشاط اللي كيتصور ليه جمعيه معينه خص تخبر به الجماعه وتخبر به القسم معنا باش يكون التتبع ديال هذه الاعمال. وعملي بان شوف خويا بصراحه يعني تبان لك فهاد الشيء هادشي كلشي هائل اخويا، ولكن راه ما كاينه، كل جمعيه عندها عضو، كل جمعيه مورا عضو مجلس البلدي. ماشي كلام، ولكن المناح كيتفرقوا على طريقات واحد الشكل. الا قدرنا كلنا نشتغلوا يعني على هذا الملف هذا ونحاولوا نردوه، راه ما غاديش ولا اللجنه ديال الاتصالات وزير المينا ولا اي شخص، لان كاين طريقه علميه خاصها تستعمل في معالجه هذه القضيه. انا تنعتبر القضيه جوهريه، لان كيف ما قدرنا وكيف ما عملنا على يعني باش كلنا نعطيو يعني اللي يكون عندنا الانصاف وتكون عندنا هذا العمل هذا واحد الشكل ديمقراطي وشكل يعني عادل، راه الا وكيبقاو بعض الجمعيات اللي كيجيو تيتشكاو تيقول لكم بلي حنا راه ما خديناش حقنا وحنا ما خديناش عليك. ولهذا ملي كتكون واحد الامتحان كيدوز واحد الطالب كيدوز واحد الامتحان وما كيتعطاش النقطه ديالو اللي كيحس انه خطر فيها، ممكن انه تيرجع عند الاستاذ وتيقول له انا كنهضر في الكليه وكيرجع حتى في المدارس هنايا كيرجع الاستاذ الله يخليك ما عطيتنيش النقطه اللي كانت صحيحه، عطيتنا خليك شوف معايا الامتحان ديالك تيمشي يجيب الورقه ديالو وتيصحوها معاه، الا كان خطا راه تيزيدو في النقطه ديالو، الا ما كانش خطا تيكون يشوفو بلي هذا هو يعني هذا الموضوع تيكون باش عاد جديد وكان خصو يتعالج بهذه الطريقه وراه هذه الامور اللي كتستحق، اولا راه حنا خافين خصنا نعوضو، وبالتالي ملي كتكون الامور واضحه واحد زائد واحد كتساوي جوج، ممكن ان بعض الحالات الانسان كيدير خطا واحد زائد واحد تقدر تساوي واحد في 98، ولكن نسبة الخطأ كتكون ضعيفة إلا قدرنا نتوصلوا لهذه العملية. ولهذا هذه بدات تجي من عند الجمعيات، الجمعيات هي اللي حاطين هذه العملية، الجمعيات هي اللي يكون منها وكتنفع أكثر أن يكون واحد العلاقة طيبة بين الجمعيات تحاول تجمع في إطار تجمع في اطار يعني ما يمكنه يعني ان يجعل واحد التداخل واحد العلاقات تكون متميزه بين الجمعيات باش يتم راه حنا ما تحبناش راه ما غنعطيوش، ونفضل ان ربما تكون واحد جوج جمعيات ولا ثلاثه ولا اربع جمعيات ولا خمسه يتجمعوا ويكونوا واحد القوه معينه وتيبدا الاحترام دعم متميز، وبالتالي يقول واحد النشاط في عيد يكون عندها 15 نشاط ولا 20 نشاط مثلا في واحد الفتره معينه وكل جمعيه ديال النشاط واحد ديالها، ممكن على 15 نشاط تجمع في نشاط واحد ويتعطى عنده القيمه ديالو لا تحميه ولا الوطنيه، ويكون بطبيعه الحال عنده الدعم ديالو الطائر. يعني نتمنى انني نكون واضح، انا حاولت ان يكون هذا الموضوع هو موضوع المداح بالرغم من بعض الاخوان حتى هما عندهم الحق كيبغاو يناقشوا مجموعه من المواضيع، ولكن ممكن ان نديروا لها واحد نهار اخر او لا يومين نديروا لها نهار ولا يومين ماشي مشكل، ونطرحوا ونشوفوا الى عندنا ممكن ان نعالجوها ونستمعوا وناخذوا ونعيدوا الى عندنا مشكل مثلا في دور الشباب كاين نقص فيها، ممكن ان في اطار دوره ديال المجلس نعيدوا على المندوب ديال الشباب والرياضه واعطينا الاسباب علاش دار الشباب في هذا الاطار علاش هذه المسوده او علاش الى كاين عندنا ملاعب ناقصه ممكن او عندنا قاعه اليوم هذا راه كاين بالفعل قاعه ديالي ناقصه ممكن انا نناقشوا، ولكن هذا ينفات يعني تعالج بواحد الطريقه مستقله، ويكون عندنا ايام تواصليه سنويه ممكن انها تكون يعني بمبادره من الجمهور ومبادره من الجماعه
كنتمنى انها تكون مبادره عندكم نتوما كجمعيات مثلا تكونوا ديروا واحد الطلع مثلا مثلا غير تلقاو مع بعض اسبوعيا او لا مبادره ديالنا كتبدا واحد العام اللي فات خاص يكون في اجتماع هذا الاجتماع اجتماع اخر نتمنى انه يكون ثلاثه اربعه الوصوليه حتى الوصول وتنجي المشروع اذا الحكومه ما بداتهاش